جبهة لبنان المشتعلة منذ حرب غزة لم تهدأ بعد، فقرار وقف النار يمر إما عبر غزة أو بحرب شاملة. بالتوازي يزداد القلق الدولي من مواجهة السيناريو الثاني. وفي هذا الإطار حض مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي لبنان وإسرائيل على العمل على نزع فتيل التوترات على الحدود، قائلا إنه منذ زيارته الأخيرة إلى المنطقة لم تهدأ طبول الحرب. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله أبو حبيب في بيروت، قال بوري إن التصعيد يزداد ومعه المخاوف من امتداد رقعة الحرب. وأضاف أن التطبيق الكامل والمتساوي لقرار مجلس الأمن 1701 الذي أنهى حرب العام 2006 بين إسرائيل وحزب الله يجب أن يمهد الطريق لتسوية شاملة تتضمن ترسيم الحدود البرية والسماح بعودة الناس وإعادة أعمال المنطقة الحدودية المتضررة. في المقابل أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن بلده لا يريد حربا مع إسرائيل، مشددا في الوقت ذاته على أن له الحق وقادر على الدفاع عن نفسه. من جهته قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله أبو حبيب أن السلام الدائم في المنطقة يتطلب حل القضية الفلسطينية، مؤكدا التزام لبنان بالقرار 1701. التوترات في المنطقة لها عواقب سلبية على لبنان وشعبه، ونقف مع الشعب اللبناني للتغلب على التحديات قدر الإمكان، وعودة استقرار لبنان تكون عبر إنهاء الفراغ الرئاسي. حرب غزة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وخاصة في لبنان، وأكثر من 110 ألاف لبناني غادروا بيوتهم في المناطق الحدودية، وندعو لوقف فوري للحرب في غزة. إن اجتماعنا اليوم يشكل فرصة مهمة لكي نشكركم لكونكم كنتم صوت الحق والحكمة. لقد توقعتم بشكل صحيح بأنه ليس هناك حل عسكري للقضية الفلسطينية. إن السلام والأمن مرتبطان، فليس هناك أمن من دون إنهاء الاحتلال كشرط ضروري ومسبق لتحقيق سلام دائم لهذه المنطقة من العالم. إننا نتطلع إلى متابعة الالتزام الإيجابي مع الإدارة الجديدة للاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى حلول مستدامة في الشرق الأوسط. ومنح السلام يشكل فرصة تعني بأنه يجب أن نأخذ على محمل الجد وبشكل سريع اتخاذ تدابير وإجراءات من أجل التوصل إلى الدولة الفلسطينية التي طال انتظارها. يتعين على إسرائيل أن تقر أنه لن يكون هناك نهاية للصراع من دون ضمان العدالة للفلسطينيين. قتل قيادي عسكري سوري الجنسية مسؤول عن تجنيد سوريين لصالح حزب الله اللبناني في هجوم إسرائيلي بطائرة مسيرة استهدف سيارة على طريق القنيطرة دمشق. المرصد السوري أفاد بأن القيادي المسؤول عن نقل أسلحة للحزب قتل مع مساعده بالاستهداف الإسرائيلي.
أفاد مراسل الحدث بمقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 3 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت دراجتين ناريتين وسيارة في منطقة كفر جوز في محيط مدينة النبطية جنوبي لبنان. وأظهر مقطع فيديو تصاعد ألسنة النيران من السيارة المستهدفة وهي على حافة الطريق. مراسل الحدث أكد أن الغارة تأتي ضمن سلسلة هجمات شنها الطيران الإسرائيلي على جنوب لبنان خلال الساعات القليلة الماضية. أنا واقف عشان من قدام الجبل كله هلا. من الناصرة ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي وديع عواودة، ومن بيروت الباحث السياسي الدكتور مكرم رباح. مرحبا بكما. أبدأ مع حضرتك دكتور مكرم، يعني قبل أن نتحدث عن تصريحات ومواقف بوري، هل تطبيق القرار 17 اليوم 01 الحل المناسب فعلا لاستعادة الهدوء على الحدود الجنوبية اللبنانية؟ الفكرة الأساسية هو أن تعود الأمور إلى طبيعتها، لكن أعتقد بأن هذا الموضوع ليس بممكن، لا سيما بأن حزب الله لا يزالون أو إيران لا تزال تراهن على أن وقف إطلاق النار في غزة سيترجم بشكل فوري إلى وقف إطلاق نار في لبنان، ولكن الطرف الإسرائيلي مرارا وتكرارا أكد بأن هذا الشيء لن يحصل. وما يحصل الآن على أرض المعركة في جنوب اللبناني من تدمير لقرى لبنانية بشكل كامل على الحدود مع فلسطين هو خير دليل بأن الإسرائيلي قد قرر أن يطبق 17-01 ليس بالطرق الدبلوماسية كما حدث بال 2006. يضاف إلى ذلك بأن الفكرة الأساسية سيدي بأن يجب علينا أن نتذكر بأن 17-01 حصل بسبب حكومة السنيورة وبسبب العمل الدبلوماسي الجاد الذي قامت به الحكومة آنذاك لإخراج حزب الله من ورطته، وهو أمر لا يعترف به حزب الله. وهنا بيت القصيد، إن لم يعترف حزب الله بأنه بحاجة إلى الشعب اللبناني وبحاجة إلى الدولة اللبنانية لن يستطيع أن يناور وأن يحصل على شيء يشبه 17-01. طيب نذهب ونرحب بضيفنا من الناصرة الأستاذ وديع عواودة. مرحبا بك، شكرا لوجودك معنا. يعني طيلة هذه الأشهر وما يعرف بحرب المشاغلة الذي يعلن عنها الحزب حزب الله، هل أصلا إسرائيل اليوم تقبل بالعودة للأوضاع لما كانت عليه قبل 7 أكتوبر؟ نعم، تحياتي لك ولضيفك ولكل المشاهدين. أهلا وسهلا. حتى لو قبلت إسرائيل رسميا بذلك، حكومة إسرائيل لا تستطيع يعني تسويق ذلك لسكان الشريط الحدودي مع لبنان، لأن ببساطة هؤلاء يقلقون ويخشون أن يتكرر سيناريو طوفان الأقصى من جديد في منطقة الحدود اللبنانية. ولذلك هذا ليس بالأمر اليسير أن يتم الموافق عليه، ولذلك نسمع هذا عمليا لقرع طبول الحرب في إسرائيل ضد لبنان وضد حزب الله في محاولة لدفع حزب الله للتراجع والقبول بتسوية على الأقل توفر الحد الأدنى من الشعور بالأمن والأمان والإطمئنان للإسرائيليين في المستوطنات الحدودية. طيب أعود مجددا إلى الدكتور مكرم، هل يمكن اعتبار تصريحات نبيه بري تمثيلا للموقف الرسمي اللبناني اليوم؟ هل يملك لبنان القدرة على الدفاع على حدوده إن نشبت حرب ما بين لبنان وإسرائيل؟ أولا علينا أن نبدأ بأن نبيه بري بالرغم من ادعائه بأنه يمثل الدولة اللبنانية ويقوم به هو غير قانوني وغير دستوري، فأنا لا أعتقد بأن ميليشيا تتبع إيران لديها الحق بإعلان الحرب والسلم. وما يقوم به نبيه بري هو مجرد مسرحية سياسية بحيث يقول بأن لبنان لديه القدرة. المشكلة هنا ليس بالقدرة العسكرية، فإن كان الهدف هو أن نتواجه بحرب مفتوحة مع الإسرائيلي وهذا شيء غير ممكن، يجب أن يكون هناك جبهة داخلية صلبة إن كان اقتصادية أو سياسية. ونحن نتكلم هنا وأنت ذكرت بأنه يتكلم باسم الدولة اللبنانية. نعم، لذلك ليس هناك رئيس جمهورية. وليس هناك رئيس جمهورية لأنه يعطل انتخاب رئيس جمهورية هو
وما يطلق عليه الثنائي الشيعي، أي حركة أمل وحزب الله، الذي يدعون بأن ليست أولوية. وما ذكره اليوم بوريل سيدي من بيروت هو ضرورة انتخاب رئيس جمهورية، وحتى المبعوث الأمريكي قد ذكر كل الأطراف بأن عليهم أن يساعدوا المجتمع الدولي، الطبقة السياسية اللبنانية وحزب الله بالتحديد، عليهم أن يبادروا إلى انتخاب رئيس جمهورية. ومن هنا يستطيع رئيس الجمهورية وأي حكومة قادمة بأن يفاوض باسم لبنان ويقول علينا أن نضع حد لتدمير القرى الحدودية. وكل هذا الكلام من أن حزب الله يساعد الشعب الفلسطيني، لا أعتقد بأن هناك غزة ليدافع عنها حزب الله، وذلك بسبب فكرة أساسية بأن الدماء العربية بالنسبة للإيراني وأذرع إيران في المنطقة هو موضوع تفصيل بسيط. طيب لم تجبني، هل يمكن اعتبار تصريحات نبيه بري هي تصريحات رسمية للدولة اللبنانية؟ أنت أجبت لا. طيب كيف يمكن فهم هذه التصريحات؟ أولا هو مجرد مناورة، وهو كما يقال عليه بالعامية حكي ما عليه جمرك. كون حزب الله بالأخير لا 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 يعود للحكومة اللبنانية ولا يعود للشعب اللبناني في مواجهة. والفكرة قد برهن مرارا وتكرارا بأن هذا السلاح ليس لخدمة لبنان ومصلحة لبنان، بل هو تحت أمرة الولي الفقيه. وما حدث خلال السنة المنصرمة هو خير دليل على ذلك. حزب الله ونبيه بري وكل الأطراف اللبنانية حتى التي تدعي عدائها لحزب الله لا تزال تحاول أن تمرر هذه المرحلة. ربما يستطيعون أن يصلوا إلى نوع من تسوية إقليمية، ولكن أنا كمواطن لبناني لا أرى بأن التسوية الإقليمية ستكون إلا على حساب لبنان وشعب لبنان، وحتى على حساب الشعب الفلسطيني. ما رأيك أستاذ وديع بهذه الجمل التي قالها الدكتور مكرم من بيروت؟ هل ستكون أي تسويات على حساب لبنان؟ أنا يعني أستطيع أن أتكلم بما يتعلق بالشأن الإسرائيلي، أعي جيدا. وهنا أو نعم، هذا ما متعلق بمدى ارتباط جبهة غزة بلبنان، يعني أي تسوية ستكون على حساب لبنان وليست في صالح لبنان. يعني أنا بدأت أقول أنه هناك خلاف في لبنان، وهذا خلاف شرعي ومشروع، والنقاش بين حزب الله وبين بقية الأطراف في لبنان حول ملكية هذا القرار وشرعية القرار في الذهاب إلى حرب من شأنها أن تدخل لبنان، كل لبنان بما في ذلك العمق اللبناني، في هذه الحرب، وهي حرب مدمرة، وهناك مشاهد مروعة، وكل من في رأس وعقل وضمير يستطيع أن يتخيل مخاوف الإنسان اللبناني، هذا صحيح. بما يتعلق بموضوع يعني هل تستطيع إسرائيل أن تتوصل إلى تسويات تأتي تأتي على حساب اللبنانيين وتثقل على اللبنانيين أكثر فأكثر، أو على الفلسطينيين أو كلاهما؟ أنا أعتقد أن إسرائيل هي الأخرى مستنزفة وتبحث عن تسوية تحفظ لها ماء الوجه. بالنسبة لها الحرب هذه هي يعني خيار أخير، وهو بمثابة كابوس لا بد منه، ولكن بالتأكيد إذا ما أتيحت الفرصة لتسوية إسرائيل ستذهب إلى هناك لا محالة. بدليل أولا أنها بعد 11 شهرا لا تزال هي الأخرى تلتزم بقواعد الاشتباك، غير معنية بتوسيع الجبهة والانزلاق إلى الحرب رغم الانتقادات الكبيرة جدا من أوساط إسرائيلية داخلية. ببساطة أن إسرائيل تدرك أنها تملك قدرة على تدمير الكثير من لبنان، ولكنها تدرك أيضا أن الأثمان باهظة، لأن حزب الله بات يمتلك ذخائر وصواريخ دقيقة بكم وبكيف يمكناه من أن يطال أيضا مناطق ومنشآت استراتيجية ربما تأتي أيضا على حساب الإسرائيليين. ولذلك بالسطر الأخير منطق التسوية أعتقد أنه لن يكون في صالح أحد على حساب طرف آخر. هذا منطق التسوية هو البحث عما يخدم الطرفين، يحيد الطرفين، يدرأ المفاسد عن كل من الطرفين بالحد الأدنى، ويجلب الحد يعني الأقصى من المنافع لكل منهما. وهناك مصلحة مشتركة الآن حتى مع حزب الله بعدم الانزلاق، وحزب الله كان حذر في التصريحات وفي الأفعال وينتقي الأهداف بحرص شديد حتى لا ينزلق إلى حرب، ولذلك هو يعني سيقبل بتسوية لن تكون على حسابه أو على حساب لبنان، ولكن بالتأكيد حزب الله سيضطر إلى تقديم تنازلات كما ستضطر إسرائيل إلى تقديم تنازلات، وإلا لن تكون هناك تسوية بين الطرفين في ظل هذا الميزان، ميزان الرعب المتبادل بينهما. دكتور مكرم، اليوم هناك واقع جديد، واقع أمني جديد يشهده الجنوب اللبناني مع إسرائيل.
قال ضيفنا من الناصرة أن الحزب اليوم أكثر تسليحا من أي وقت مضى وتدرك ذلك إسرائيل. هل تقبل إسرائيل ب17/01 أم لا؟ اليوم الإدارة الإسرائيلية المتمثلة في نتنياهو تريد إلى أبعد من 17/01، يعني حدود جديدة. أنا هنا أتفق مع أستاذ وديع بأن في آخر المطاف إن كانت الصفقة على الطاولة تفيد كل الأطراف فسيقبلها الطرف الإسرائيلي، لا سيما إن كانت هذه الصفقة يستطيع أن يروجها في الداخل، وكما ذكر أستاذ وديع يستطيع أن تعكس بشكل إيجابي على مواطني الشمال الإسرائيلي مع لبنان. الفكرة هنا من سيضمن هذا الشيء؟ وأعتقد أنا بأن هذه المرحلة بالذات هي مرحلة خطيرة، لأن كل من الأطراف، وهنا المفارقة، بينما يدعي أنه يريد تدمير أمريكا وإسرائيل ينظر إلى الانتخابات في أمريكا التي تحصل في تشرين الثاني، وكذلك يراهن على الديمقراطية الإسرائيلية بأنها قادرة على أن تنزع نتنياهو، ومن هنا هي محاولة تقطيع الوقت. من اللحظة الأولى لاندلاع طوفان الأقصى كان الإيراني واضحا بأنه يراهن على إدارة بايدن ويراهن على إدارة ديمقراطية. أنا لا أقول بأن التسويات ليست جيدة، ولكن ما نراه الآن من تغيير في قواعد الاشتباك وما حصل بعد 7 أكتوبر هو بأن المنطقة كلها في حالة إعادة رسم، والشيء الأساسي بأن التسوية الأمنية التي حصلت مع 17/01 سنة 2006 أعطت الإسرائيلي نوع من ضمانات، وكان الحدود مع لبنان آمنة إلى درجة عالية. وأما الآن فنحن نريد أن نعيد هذا الانتظام أو هذا السلام، ولكن من سيستطيع أن يفرض؟ هل هو بوريل أو هل هي الإدارة الأمريكية؟ لا أعتقد بأن أي من هؤلاء الأطراف هو جاد في هذه المقاربة، لا سيما بأن المحادثات في موضوع غزة وفرض هذا يعني. فرض ما تقوله اليوم متعلق فقط بإسرائيل أم متعلق أيضا بحسابات داخلية لبنانية؟ حزب الله يريد كما يقال يريد الصرف، يريد أن يخرج من هذه الحرب ويدعي نصره الإلهي كما حدث بال2006. أعتقد بأن أي صفقة ستقدم لحزب الله يستطيع أن يروج لها كما حدث في رده. وهنا لا أتفق مع أستاذ وديع، بالرغم من امتلاكي لبعض الصواريخ الأكثر تطوراً، أن الحرب ليست فقط حرب عسكرية. الآن لبنان لا يملك شبكة الأمان الدولية والعربية بالتحديد، ويضاف إلى ذلك بين 2006 كان الاقتصاد اللبناني ممتاز. أما الآن ما قام به حزب الله من تدمير النظام السياسي اللبناني وتدمير الاقتصاد اللبناني يجعل من هذه الحرب ليست فقط خطرة بل هي انتحار بشكل واضح. طيب أعود إلى الأستاذ وديع، يعني سؤال مهم طرحه ضيفي من بيروت الدكتور مكرم، مسألة الضامن في أي صفقة ما بين حزب الله وإسرائيل. نعم دكتور مكرم محق لهذا سؤال مهم أيضا، من سيعمل في هذه الوساطة وهل تكون الوساطة مجدية؟ وقد شهدنا أن الوساطة حتى الآن فشلت، الولايات المتحدة الأمريكية بعظمتها وجلالها مدعومة بمصر وقطر والأمم المتحدة والمجتمع الدولي لم تتمكن، وموضوع الصفقة والتسوية مع لبنان أصعب لأن حزب الله كان قد قيد نفسه بكل السلاسل المتوقعة بأن حربا على غزة تستمر تعني عدم التوصل إلى تسوية، والعكس صحيح، بمعنى أن التسوية هي يعني تحصيل حاصل وقف الحرب على غزة. وهناك نقاش سجال طويل عريض في إسرائيل حول هذا الموضوع، هناك من يعتقد أن هناك حاجة وهناك مصلحة إسرائيلية بوقف الحرب والذهاب إلى لبنان لترتيب الأوراق إما بالسلم وإما بالحرب، ولكن في نهاية المطاف أنا أعتقد وهذا هو الأساس، حزب الله لكثير من الحسابات منها ما يرتبط أيضا بالاعتبارات الداخلية ووضع لبنان الاقتصادي والسياسي والحالة الدقيقة جدا التي يمر فيها لبنان تدفع حزب الله إلى أن يكون صاحب مصلحة. ثانيا هذه حرب إسنادية وجبهة مشاغلة وليست، وهذه هي النقطة المهمة. اليوم إسرائيل ما بعد 7 أكتوبر، ما بعد 10 أشهر من حرب المشاغلة، هل تقبل فقط بتسوية أستاذ وديع؟ يعني تقبل بتسوية تعود إلى ما قبل 7 أكتوبر دون القضاء على أي تهديد على الحدود إن كان في غزة أو لبنان كما تقول وتعلنه دائما الإدارة الإسرائيلية؟ يعني بالنسبة لإسرائيل وهناك بعض الاعترافات وإن كانت تأتي بالتلميح، إسرائيل فاتها القطار من هذه الناحية، حتى لو عاد حزب الله إلى ما شمال الليطاني لا يزال حزب الله يمتلك قدرات صاروخية تستطيع أن تهدد الحدود الإسرائيلية وربما العمق الإسرائيلي بسبب طول هذه الصواريخ، مدى هذه الصواريخ.
ولكن الجوهر والأساس قلت في بداية الحديث أن حزب الله لديه حسابات واعتبارات، أبرزهما أن الجبهة الداخلية غير قادرة لاحتمال واستيعاب واحتواء أي ضربة مثل الحرب، خاصة إذا ما انزلقت لحرب شرسة ومتوحشة. في ذات الوقت هناك عامل ثاني، وهو أن هذه الحرب حرب فلسطينية إسرائيلية، ويساند الفلسطينيين، ومن غير المتوقع أن يضحي حزب الله بنفسه أو في لبنان في سبيل هذه الحرب، حتى وإن كانت كان صاحب رؤية جهادية. في المقابل أيضا إسرائيل نتيجة حسابات واعتبارات غير معنية بالذهاب إلى حرب مع حزب الله، قلنا بدليل أنها صبرت 11 شهرا، وهناك منطق، هناك أسباب وحسابات لماذا لم تسارع إسرائيل رغم الضغط الداخلي، ورغم أن المنطقة العازلة باتت داخل يعني الحدود في الجليل وليس في جنوب لبنان، وهذا أمر يطال هيبة ومكانة وقوة ردع إسرائيل. إسرائيل تخشى من أن الحرب الآن، وكلمة الآن تحت خطان، الآن وهي لا تملك قوة للمباغتة، مستنزفة في كل المستويات، وتخشى من انزلاق الحرب إلى حرب إقليمية. الولايات المتحدة الأمريكية تحذر في الأيام الأخيرة من هذا السيناريو. كل هذا يدفع إسرائيل إلى الحذر. هذا التصعيد في اللهجة الآن ليس بالضرورة هو ذهاب إلى الحرب، حتى وإن سمعنا طبول الحرب تقرع، إنما هي محاولة للضغط على حزب الله، على لبنان، على الغرب الذي يعتبر لبنان بخلاف غزة أكثر حساسية وأكثر قربا إلى الغرب، وهي محاولة إسرائيلية بالتالي لترتيب الأوراق بشكل يحفظ ماء الوجه لإسرائيل، يضمن الحد الأدنى من الأمن والشعور بالأمان على الأقل لسكان المستوطنات في الشمال. وهذا هو منطق التسوية، بمعنى أن إسرائيل لا تستطيع أن تطلب أكثر من ذلك، كما أن حزب الله أيضا لا يستطيع الآن أن يطرح ما هو أكثر من ذلك، خاصة وأننا نسمع لديه يعني مزاعم وإدعاءات جغرافية وغيرها في المناطق المختلفة، إن كان في البر وإن كان في البحر. الدكتور مكرم، حزب الله يقبل بأي تسوية اليوم على الحدود؟ أي بمعنى دون صيانة القاعدة الشعبية، الجميع يعلم بأن الحزب خلال هذه الأشهر الأخيرة خسر كثيرا من قاعدته الشعبية، نحو 150 ألف هجروا جنوب لبنان. للأسف أعتقد بأن حسن نصر الله وكونه يتمتع بنوع من سحر خاص، أو هو كشخص تم تأليهه من قبل قاعدته يستطيع أن يمرر أي شيء، إن كان ادعى بأنه يستطيع أن يطير فأنه سيصدق قاعدته. وهنا المشكلة الأساسية، بأن نصر الله قد تراجع، وصل إلى مرحلة اعترف في السنة الماضية بأنه هو مستعد أن يستعمل الطرق الدبلوماسية ليحرر ما يدعي بأنها أراضي لبنانية. وهنا بيت القصيد، بأن حزب الله قد استطاع، ليس بسبب سلاحه بل بسبب النظام السياسي الطائفي، بأن يقنع قسم كبير من الطائفة الشيعية بأن سلاح حزب الله هو موجود لحماية وجود الشيعة في لبنان، وهذا شيء غير مضبوط. أنا أعتقد بأن نصر الله قد طلب مرارا وتكرارا من نبيه بري أن يستجدي الأمريكي بأنه يريد صفقة الآن، ولكن في آخر المطاف أعتقد بأن كل مرة أتى بها إيمي ستوكستين المبعوث الأمريكي الخاص إلى بيروت قد بلغ اللبناني بأن لا نستطيع أن نكبح جماح نتنياهو، لاسيما بأن استمرار وجود حزب الله في جنوب الليطاني هو استمرار لهذه الحرب التي لم تقف حتى لو كان في وقت إطلاق نار. أن الإسرائيلي قد دخل بمرحلة الاغتيالات والضربات الجراحية، وهذا شيء يناسب الطرف الإسرائيلي، وكذلك يناسب حزب الله الذي يملك الآن شهداء ليقول بأنه نحن سائرون نحو القدس، وهذه كلها خدعة كبيرة. من بيروت الباحث السياسي الدكتور مكرم رباح، ومن ناصرة الكاتب والمحلل السياسي وديع عواودة، شكرا جزيلا لكما على كل هذه الإيضاحات.